السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله رح نبلش بشابتر جديد بنسميه Cellular Respiration. Cellular Respiration بنحكي فيه عن التنفس الخلوي وكيف الخلية بتستخدم المواد اللي بتدخل إلها من الماكرومولكيول الأربع اللي حكينا عنهم بالذات، يعني هدول أكتر إشي، وبتحولهم لـ ATP. فبهذا التشابتر بدنا نحكي فيه عن التنفس الخلوي، كأن الخلية بتتنفس وبتهضم المواد اللي بتدخل إلها بوجود الأكسجين طبعا، عشان هيك بنحكي عنه تنفس، لأنه ما في أكسجين ما في تنفس، وبتستخدمها للأغراض المختلفة. وأهم شيء بتستخدمه أو أهم هدف لهاي المواد اللي بتدخل الكائنات الخلايا الكائنات الحية إنها تحولها لطاقة لـ ATP. فأول إشي نعمل introduction بسيطة للشابتر، بحكي لنا overview للمقدمة. life is work، الحياة عمل، الحياة جهد. حتى على مستوى الخلية اللي إحنا ما بنشوفها في العين المجردة، هي تقوم بوظيفتها، تقوم بعملها. لو ما عملت الوظيفة المسؤولة أو المطلوبة منها، فهي خلية تستحق الموت، خلية مش function، خلية مش فعالة، مش ما إلها هدف. Living cells require energy from outside source. بحكينا الكائنات الحية خصوصاً المستهلكات require energy، بتحتاج الطاقة from outside sources، من مصادر خارجية، اللي احنا بالنسبة لنا الغذاء اللي بناكله هو مصدر الطاقة، من مصدر خارجي، من مصدر من برا جسمك. جسمك ما عمل هذا الغذاء، جسمك ما بقى يعني ما انتج هذا الغذاء. Some animals such as chimpanzee obtain energy by eating plants. حكينا في بعض الكائنات الحية زي الشمبانزي، هو مثال على أكلات النباتات، يعني المستهلكات الأولية بنسميها مستهلكات العواشب اللي بتأكل نباتات، هدول بنسميهم obtain energy by eating plants، بحصلوا على طاقتهم من أكل النباتات. Some animals feed on other organisms that eat plants. بحكينا كائنات أخرى لا، ما بيأكلوا النباتات، بتأكل كائنات الحية بتأكل نباتات، زي بنسميهم مفترسات بالعربي أو لواحم. هذول الكائنات الحية من بتتغذى على الكائنات الأخرى اللي بتاكل النباتات، اللي بتتغذى على أكلات الأعشاب، زي مثلاً الذئاب، الأسود، النمور. هذول ما بيأكلوا نباتات، بيأكلوا الكائنات الحية اللي هم أصلاً بيأكلوا، زي الخراف أو أكلات النباتات الأخرى. الأكل هذا ليش؟ وإحنا مثلاً الإنسان بيأكل نباتات وبيأكل حيوانات، نسميه مستهلك اختياري، لا هو نباتي ولا هو فقط حيوانات أو مفترس، هو اختياري، يعني بيأكل من هون ومن هون، بيأكل نباتات وبيأكل حيوانات. طب ليش بنحكي عن الأكل؟ نحكي عن الأكل لأنه هذا الغذاء في داخل جسم الإنسان يتم هضمه وتكسيره، في جهاز الهضمي بتكسر هذا الغذاء وبتحول إلى وحداته الأولية. إيش يعني وحداته الأولية؟ يعني المونومرز تبعونه، تذكروا الماكرومولكيول، يعني لو أكلنا بروتينات، الجهاز الهضمي وظيفته يحول لي هاي البروتينات لأمينو أسيد، المونومر تبعت البروتينز. لو أكلت كربوهيدرات، الجهاز الهضمي بيحول لك كل الكربوهيدرات لش مونوساكرايد أو شوغر، سكريات أحادية بسيطة. وكذلك الأمر مع الليبيدز، وكذلك الأمر مع المواد الوراثية. احكي لي هلا، احنا بناكل مواد وراثية، طبعا انت مش تاكل أوراق نباتات، خس، فجل، خيار، اي اشي، يعني هذا مش نباتات هاي، والنباتات هاي خلايا وتحتوي على DNA. نفس الاشي الخلايا، مش بتاكل لحوم، مش اللحوم كانت اصلا خلايا لكائنات حية، تحتوي على DNA، فانت بتاكل DNA لكائنات حية اخرى. طب هذا الدي ان اي بيشتغل جوا جسمي؟ لا، ما رح يشتغل جوا جسمك، لانه نفس الاشي الجهاز الهضمي رح يكسره الى نيوكليتيدات، وبعدين يحوله الى فسفور، ويحوله الى سكر خماسي، ويمشي بالدم بعد ما يخرج من الامعاء او ينهضم في الامعاء، تمتصه الامعاء وبتوصله للدم، صح؟ مش الامعاء بتعطي هاي المواد الغذائية، بتمتصها بعد هضمها 100% وبتعطيها للدم
والدم بيوزعها لكل خلية في جسمك بيوصلها من هاي المادة الغذائية اللي انت اكلتها. طيب هلا احنا اللي بدنا نشرحه بهذا التشابتر، انسوا كل هذا اللي حكيناه، مش انسوا يعني هو مقدمة، اللي بدنا نشرحه بهذا التشابتر انه الخلية لما يوصلها هاي المونومرات شو بتعمل فيها، شو كيف بتعمل منها اي تي بي، هذا اللي بدنا نجاوب عليه في هذا التشابتر. بحكي لنا energy flow into an ecosystem as sunlight and leave as heat. بحكي لنا إنه هاي تدفقات الطاقة في النظام البيئي، تدفقات الطاقة في على الأرض، إنه تتدفق الطاقة في الأنظمة البيئية على شكل ضوء الشمس، وتغادر النظام البيئي على شكل حرارة مفقودة وحرارة ضائعة. خليني أفرجيكم إياها على الرسمة. تخيلوا هذا المربع هو نظام بيئي. النظام البيئي فيه نباتات وفي حيوانات، صح؟ النظام البيئي بيكون فيه يحتوي على كل الكائنات الحية. هلأ مصدر الطاقة الأساسي على سطح الأرض هي الشمس، تتدفق الطاقة من الشمس على شكل light energy، تأخذها النباتات خصوصا الكلوروفيل أو الكلوروبلاست أو الكلوروفيل بالكلوروبلاست اللي بالخلايا النباتية، وبيحول يعني بيستخدم هاي الطاقة الضوئية عشان يحول ثاني أكسيد الكربون والماء الموجود فيه ويحوله لأورجانيك موليكيولز، لمركبات عضوية. من أشهر الأمثلة عليها الجلوكوز and O2. دائما هاي الأسهم من هون لهون، هاي إيش بنسميها؟ عملية فوتوسينثيسيس، بناء ضوئي بتصير في النباتات، فقط في النباتات. يعني كأنه النبتة تنتج غذائها، النبتة ما بتاكل، يعني هي نوع واحد وجزء من النباتات التي تتغذى الكائنات الحية، بس 99.99% من الكائنات من النباتات منتجة لغذائها. شو هو غذائها؟ هي هاي الأورجانيك موليكيولز. النبتة هي لحالها بتعمل فيتاميناتها، هي لحالها بتعمل بروتيناتها، هي لحالها بتعمل الكربوهيدرات والسكر اللي فيها، تمام؟ فهاي إنه استخدمت طاقة ضوء الشمس اللايت انرجي وعملتها اورجانيك موليكيول. اورجانيك موليكيولز يعني جزيئات عضوية، ومن اشهرها اللي احنا دائما بيحكوا لنا اياها من ايام المدرسة انه C6H12O6 اللي هي سكر الجلوكوز، تمام؟ هاي بنسميها الاورجانيك موليكيول او السكر هاد كيميكال انرجي، طاقة كيميائية، يعني حولت الطاقة الشمسية أو طاقة الضوء الشمس إلى chemical energy، إلى طاقة كيميائية. شو يعني طاقة كيميائية؟ يعني طاقة محصورة في مركب كيميائي، تمام؟ هلأ تيجي بدها تكمل في النظام البيئي، بتيجي كائنات حية بتاكل هاي النباتات، بتاخد هذا الأورجانيك موليكيولز اللي فيها سواء سكريات، بروتينات، كل شيء أورجانيك موليكيول، وبتتنفس الهواء، تنفس الأكسجين من الهواء O2، وشو بصير لهذه المواد الغذائية؟ بنهضم جوا جهازها الهضمي زي ما حكينا، وبوصل لكل خلية من خلاياها من هاي المواد اللي أكلتها. طيب وصل الخلية، مين بالخلية بده يستفيد من هاي المركبات اللي دخلت؟ الميتوكندريا. الميتوكندريا بتاخد الأكسجين اللي دخل الخلية، وبتاخد معاه السكر مثلاً لو نفترض إنه C6H12، وبتعمل عملية اسمها cellular respiration، تنفس خلوي. ليش؟ شو بدها إيش يعني شو بدها تعمل؟ شو بدها تستفيد من هذا التنفس الخلوي؟ بتحول فيه الأورجانيك موليكيولز أو هاي المواد العضوية اللي أكلتها إلى ATP، هيها حولتها لATP. ومخلفات الخلية، مخرجات الخلية، فضلات الخلية طلعت المي وطلعت CO2. بيجي الدم بياخدهم زي ما أعطاها المواد الغذائية وأعطاها للخلية O2 الأكسجين، بياخد منها مخلفاتها وبياخد CO2. CO2 H2O. H2O اللي هو المي، الماء الزائد في الجسم يطرح بالجهة الطرح البولي يعني لخارج الجسم. CO2 كيف بيطلع من برا الجسم؟ بالتنفس الخارجي، يعني بتطلع CO2 للرئة والرئة بتطلعه لبرا، بتفوت أكسجين جديد، تمام؟
هلا شو استفادت بالcellular respiration؟ عملت لي ATP. احيانا مع الATP بيطلع طاقه حراره، زي كيف لما تكون شوبان كتير وتشرب كاسة شاي سخنه وتكون حلوه، تحس حاله الواحد شوب بزياده، ارتفعت حرارته. هاي الحراره بسبب cellular respiration. او مثلا تكون بردان وبتشرب شوربة عدس بالشتوية، وبتشرب شوربة عدس، أو بتشرب تاكل شغلة سخنة، بتحس حالك تفيد. من وين هذا جاي الدفع؟ من عملية cellular respiration. هذا المقصود بكلمة إنه الطاقة تتدفق للنظام البيئي على شكل light energy أو solar system energy، طاقة ضوئية من الشمس، وتخرج منه على شكل حرارة، حرارة مفقودة. هيها energy flow into the ecosystem as sunlight and leave as heat، وتغادره كحرارة. بيحكي لنا الفوتوسينثيسيس، بعملية الفوتوسينثيسيس المقصود بها البناء الضوئي، generate O2 and organic molecule، تولد أو تبني أو تعطي أكسجين وorganic molecules، مواد عضوية اللي أشهر حكينا C6H12O6 اللي هو الأكسجين، which are used in cellular respiration اللي بنستخدمها لاحقا. هذا الاكسجين وهي الاورجانيك مولكيول بنحولها ل ATP وبنحكي عنها cellular respiration، تنفس حلوي. cells use chemical energy stored in organic molecule. شايفين هاي الاورجانيك مولكيول ليش بنستخدمها؟ لانه فيها طاقه مخزنه فيها على شكل عناصر كيميائيه او مركبات كيميائيه، بنسميها chemical energy. تستخدم الكيميكال انرجي هاي وبتحولها ل ATP which power work، وال ATP هو اللي يعني مصدر الحياة، زي الكهرباء. كيف في عندك آلة أو أي جهاز كهربائي بيشتغل بدون كهرباء؟ مستحيل. ونفس الإشي جسم الكائن الحي، بدون ATP ما رح يشتغل، فزي هو الأساس تشغيل الكائن الحي ل ATP. فتحولات مسارات الطاقة يا شاطرين، كيف مسارات الطاقة؟ لو بدنا نختصرها، light energy تتحول لchemical energy، ما بحكي organic molecule لأنه أنا بحكي عن الطاقة، أنا بدي تحولات الطاقة. light energy من الشمس تتحول لchemical energy بعملية photosynthesis، وبتتحول لATP وheat بعملية cellular respiration. هلا قبل ما نحكي عن cellular respiration خطواته، استنى بالمقدمة نحكي عن أنواع تانية من عمليات الهدم للغذاء وتكسير الغذاء. بيحكي لنا إنه أحيانًا كائنات حية ما بتحتاج الأوتو، يعني في كائنات حية كتير الأوتو بالنسبة إلها قاتل، يعني الأكسجين بالنسبة إلها يعني إذا وجد الأكسجين مشكلة في بيئتها، فهي ما بدها أكسجين. فهي كيف بدها تعيش؟ بحكي إنها في عندها طرق أخرى زي الفيرمنتيشن، زي الانيروبيك ريسبيريشن، تعتمد عليها تنفس لا هوائي أو تخمير، تعتمد عليها لإنتاج طاقتها. فبحكينا الكاتابوليك باثوي اند برودكشن اوف اي تي بي. كاتابوليك معناها تكسير، بتعرفوا إنه الأيض اللي هو الميتابوليزم عبارة عن شغلتين، كاتابوليزم وأنابوليزم. كاتابوليزم اللي هي الهدم، والأنابوليزم البناء. من الأمثلة على الكاتابوليزم اللي هي cellular respiration، المقصود فيها cellular respiration aerobic and anaerobic respiration و fermentation. شو يعني؟ أرجع أعيد، الأيض في أجسام الكائنات الحية عبارة عن بناء وهدم. الأيض معناها ميتابوليزم، البناء معناها أنابوليزم، والهدم معناها كاتابوليزم. هلا بس بدي تعرفوا لي مثال على الكاتابوليزم ومثال على الأنابوليزم. من الأمثلة على الكاتابوليزم أو الهدم هي تكسير الغذاء اللي بدخل أجسامنا عشان نعمل منه طاقة. فالهضم كاتابوليزم، التنفس الخلوي سواء هوائي أو لا هوائي، يعني aerobic هوائي، respiration تنفس هوائي، anaerobic respiration تنفس لا هوائي، اثنين تنفس كمان هدم. fermentation التخمير من الأمثلة على الهدم. طب شو الأمثلة على البناء؟ الأمثلة على البناء مثلا النمو، growth،
الخلايا عم تعمل إشي، أو الجسم بيعمل خلايا جديدة، بينتج خلايا جديدة، بيطول الشعر، بيطول تعويض الخلايا، هاي كلها بنسميها بناء، بايوسينثيسيس، بناء حيوي. البناء الحيوي مثال على الأنابوليزم. هلا خلينا بالهدم. بحكينا breakdown of organic molecule is exergogenic. تكسير جزيئات الغذاء كالهدم كالcellular respiration عبارة عن كاتابوليزم مثال عليه، وبيحكي لنا إنه exergogenic. exergogenic يعني مصدر للطاقة، طارد للطاقة، يعني بينتج طاقة. الكائن الحي لما بده طاقة زيادة بيعمل cellular respiration. من الأمثلة على الكاتابوليزم fermentation تخمير، aerobic respiration تنفس هوائي، anaerobic respiration تنفس لا هوائي. شو الفرق بينهم؟ الفيرمنتيشن بحكي لنا إنه partial degradation of sugar that occur without O2. الفيرمنتيشن هو تكسير السكر، فقط السكر، حطوا دائرة على sugar وحطوا دائرة على without O2، تكسير للسكر بدون الأكسجين. وهذا اللي بنشوفه في الخبز، عمليات الخبيز، لما الوالدة بتحط ييست خميرة وبتحط معها الطحين، والطحين عبارة عن كربوهيدرات، والكربوهيدرات عبارة عن سكريات معقدة، صح؟ تيجي الخميرة بتحول، بتكسر جزء من هذا من الكربوهيدرات أو السكر الموجود في العجينة، بعد شوي ولا هي مخمريتها انتفخت. بس قبل عشان تنتفخ وعشان تتخمر بتروح الوالدة حاطة عليها غطا ومدفيتها عشان توصل درجة حرارة معينة الييست بدها إياها، وغطا هيك جامد بتغطيها عشان ما يوصلها أكسجين. إذا وصلها أكسجين ما بتتخمر، لأنه الييست ما بدها أكسجين. فهذا المقصود بالتخمير، تكسير السكر وهدم السكر بعدم وجود الأكسجين، بدون الأكسجين. طيب الأيروبيك ريسبيريشن بالعربي معناها التنفس الهوائي، اللي هي تكسير المواد الغذائية. هذا الفرق، consume organic molecules، وحطوا دائرة على organic molecule. ليش حكوا organic؟ يعني لأنه مش بس سكر، إحنا مش بناكل بس سكر، مش بناكل بس كربوهيدرات، بتاكل بروتينات، بتاكل مواد ليبيدز، أشياء كثير بناكلها. فإحنا بنعمل aerobic respiration، تنفس هواي. ليش؟ لأنه بوجود الأكسجين بتتنفس، بتاخد الأكسجين، والخلية بتاخد هذا الأكسجين وبتستطيع أنها تكسر لاحقاً المواد الغذائية اللي دخلتها. فالفرق بين الفيرمنتيشن والأيروبيك ريسبيريشن إنه الفيرمنتيشن بس للسكر، بيكسر السكر بعدم وجود الأكسجين. الأيروبيك ريسبيريشن بيكسر كل المواد الغذائية الأورجانيك موليكيول بوجود الأكسجين لينتج الـ ATP. كلهم هدول بينتجوا ATP بالنهاية. الـ anaerobic respiration similar to the aerobic but consume compound other than O2، يعني بدون الأكسجين. يعني الـ anaerobic respiration بيكسر كل المواد الغذائية، كل الـ organic molecule، but without O2، بدون الـ. يعني الـ aerobic respiration بيشبه الفيرمنتيشن انهم اثنين، سوري، الانيروبيك ريسبيريشن بيشبه الفيرمنتيشن انه اثنين بدون اكسجين، وبيشبه الايروبيك ريسبيريشن انه بيكسر الاورجانيك مولكيول، جاي بالنص بيناتهم. هلا احنا كمصطلح سيلولار ريسبيريشن بالكتب عاده المقصود كلمه مصطلح سيلولار ريسبيريشن تنفس خلوي، قد تكون ايروبيك او انيروبيك ريسبيريشن، ولكن جرت العادة إنه العلماء يحكوا cellular respiration وهم بيقصدوا refer to the aerobic، قصدهم عن الأيروبيك. بس الصح إنها تشير إلى aerobic وanaerobic. تمام؟ وصلت إنه شو يعني cellular respiration؟ cellular respiration تنفس خلوي، ممكن يكون aerobic وممكن يكون anaerobic لا هوائي.
ولكن بيحكي لنا but it's often used to refer aerobic respiration، ولكن الأغلب بيستخدموها للإشارة أو بقصدوا فيها الـ aerobic respiration زي ما حكينا في اللي بتصير في أجسامنا. بحكينا كمان هون although carbohydrate, fat, protein are all consumed as a fuel. الكربوهيدرات بناكلها، الفات بناكلها، البروتينات بناكلها، وكلها مصادر طاقة fuel بالنسبة لجسم الإنسان، لكن أسهل إشي إنه نتبعه هو السكر. It's helpful to trace cellular respiration with the sugar glucose. أسهل إشي إنه عشان نقدر نفهم cellular respiration التنفس الخلوي رح نتبع جزيء السكر، يعني دخل هالسكر هالخلية وبدنا نشوف شو الميتوكوندريا بدها تعمل فيه، اللي هو بصير C6H12O6 بوجود الأكسجين بتحوله الخلية ل CO2، ست ذرات من ال CO2 أو ست جزيئات من ال CO2، ست جزيئات من الماء مع إنرجي، والمقصود بالإنرجي ATP وحرارة. تمام، كل جزيء أكسجين بتحول ل ست جزيئات من ال CO2 بتطلع بالتنفس الخارجي وست جزيئات من الماء. قبل ما نحكي عن التنفس الخلوي كيف بيصير، بس بيحكولنا بيذكرونا انه تفاعلات الاكسده والاختزال، شو يعني اكسده وشو يعني اختزال. طب شو دخل الاكسده والاختزال بالتنفس الخلوي؟ بس عشان يحكي لنا انه التنفس الخلوي ايضا والتفاعلات اللي بتصير بالخليه هي تفاعلات اكسده والاختزال، بس بنفعش احكي لكم عنها قبل ما تكون مراجع وعارف شو يعني اكسده واختزال. وبيحكي لنا انه redox reaction عبارة عن reduction oxidation، بسموها redox اكسدة واختزال. oxidation اللي هي اكسدة، شو يعني اكسدة المواد او اكسدة المركبات الكيميائية؟ انه المركبات هاي loses electron or oxidized بنسميها. فكلمة oxidation انه هذا المركب صار له oxidation، شو يعني lose إلكترون، خسر إلكترونات. كلمة reduction اختزال، substance gain electron، المواد أو المركبات gain electrons، كسبت إلكترونات، فمنحكي عنها reduced، اختزلت. كمان هاي المادة اللي بتعمل oxidation بتخسر إلكتروناتها منحكي عنها reduction agent، أي أنها عامل مختزل. لو هي ما خسرت إلكتروناتها وأعطت العنصر الثاني إلكترونات ما رح يصير لها reduction oxidation، ولا العنصر الثاني رح يصير له reduction. وكأنها لما بتعطي هاي المادة substance loses electron، كأنها لما أعطت إلكتروناتها اختزلت المركب الثاني، عشان هيك بنحكي عنه العنصر أو المادة اللي بتخسر إلكتروناتها بنحكي لها oxidized أو بنحكي عنها reduction agent، كلمة agent عامل مختزل. تمام، ما صار لها اختزال، لا هي اللي اختزلت العامل الآخر. تمام، ونفس الإشي المواد اللي بصير لها reduction بتاخد إلكترونات بنسميها oxidizing agent، عامل مؤكسد، يعني هي اللي أكسدت المادة الثانية وأخذت إلكتروناتها. The electron donor اللي بتعطي الإلكترونات أو بين قوسين حكينا اللي بصير لها oxidizing is called reducing agent، صح؟ The electron receptor المادة اللي بتاخد الإلكترونات اللي شو حكينا بنسميها reduced مادة مختزلة is called oxidizing agent، عامل مؤكسد. تمام؟ طب ليش بنحكي هذا الحكي؟ شو دخلوا بالأكل؟ شو دخلوا بالمواد الغذائية؟ بحكي لنا some redox reaction. لا هلا قبل ما أحكي لكم، بس إنه كمان بعض تفاعلات الأكسدة والاختزال مش بس إنها بتفقد إلكترونات وبتكسب إلكترونات، لا، هي بيعاد توزيع الذرات أيضا حول المواد الغذائية أو حول العنصر بحيث إنه يفقد أكبر كمية ممكن من الهيدروجينات. هذا اللي بيصير في الغذاء، إنه some redox reaction بعد تفاعلات الأكسدة والاختزال
do not transfer electron، ما بتنقل الإلكترونات بين المواد، يعني بتضلها محتفظة، كل مادة ما بتخسر لا إلكترون ولا هاي بتكسب إلكترون. شو اللي بيصير؟ change the electron sharing in covalent bond، بتغير ترتيب الإلكترونات اللي متشاركيتها برابطة تساهمية، وكأنهم بيحكولنا إنها بتخسر الهيدروجينات، فاللي بتخسر الهيدروجينات بصير لها أكسدة زي كأنها خسرت إلكترونات، واللي بتكسب الإلكترونات بصير لها ريدكشن، وهذا اللي بيصير في الغذاء. مثل الميثان والأو 2، تفرجوا هون، هاي الميثان عندها 4 ذرات من الهيدروجين، وكلهم هيك الإلكترونات بيناتهم متشاركينهم 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 إلكترونات حولها. ومع الأكسجين طلعوا لبعد التفاعل الميثان، سوري، الميثان عندها 4 ذرات، هيهم 1 2 3 4 1 2 3 4 8 ذرات، سوري، ظلوا 8 ذرات، بس خسرت الهيدروجين، خسرت الهيدروجين لأنه هنا الذرات الرابطة التشاركية تساهمية between them 50-50 الإلكترونات متشاركين فيها مع الهيدروجين، بينما هون متشاركة مع الأكسجين، بس الأكسجين صاحبية الإلكترونات لجهتها أكثر، فهي بنحكي عنها صار لها oxidized. أما الووتر، هيها كان الأكسجين وطلع ووتر، بعدين أخذت الهيدروجين كسبت هيدروجين فصار لها ريدكشن، وهذا تماما اللي بيصير في الغذاء. الأكسديشن of organic fuel molecule during cellular respiration بيحكي لنا عن لما بيدخل الغذاء لخلايانا بيصير له أكسدة، بتنتزع منه الكتروناته. ليش؟ عشان ناخذ هاي الالكترونات، او الخليه تاخذ هاي الالكترونات وتعمل منها ATP. لنهايه التشابتر بتتذكروا هذا الحكي وبتفهموا اكثر واكثر. During cellular respiration في عمليه التنفس الخلوي، واحنا بنقصد هون الايروبيك الهوائي في الخليه، خلايا جسمنا، the fuel مصادر الطاقه زي الجلوكوز اللي حكينا بدنا نتبعه is oxidized، انتزعت منه الكترونات وصار له أكسدة، and the O2 reduced، والأكسجين بيصير له اختزال. زي هيها اعتبروا انه هاي C6H12O6 اللي هو سكر الجلوكوز فات الخلية، اول ما بفوت تاخد منه، بتحاول الخلية تكسره وتاخد منه الالكترونات فبيتحول ل CO2. شايفين 6 ذرات من 6 جزيئات من راحت منه الهيدروجينات وتحول لثاني أكسيد الكربون. الأكسجين شو بيصير له؟ ريدكشن، وبتحول لما. المحاضرة الجاية إن شاء الله منبلش بخطوات cellular respiration. رجاء حار تبعوا معي بهذا الشابتر، هذا الشابتر فهم، يعني تحكوا منه 80% فهم و20% حفظ، فإذا مش فاهم أنت ما رح تقدر تحفظ، خصوصا من المحاضرة الجاي. يعني هذا ممكن لو قرأته وانت هيك مليح بالكيمياء، وضعك ماشي بالكيمياء، خلص بتفهم، بس المحاضرة الجاي الرجاء الحار الكل يتابعها، والكل يسأل اذا مش فاهم اشي، خصوصا معي او مع الدكتورة نور، يعني بتكونوا فاهمين افضل من، لانه لو قرأتوها ما اتوقع انه تفهموها زي ما بدي. فالمحاضرة الجاي ان شاء الله منبلش بخطوات الأكسدة، أو بخطوات السيلولار ريسبيريشن، التنفس الخلوي. يعطيكم العافية لليوم، شوفكم إن شاء الله بمحاضرة جديدة يوم الخميس.